أسلوب التفضيل. أهلاً أصدقائي، ماذا ستكون مغامرتنا اليوم؟ سنتحدث عن أسلوب التفضيل. وماذا يكون؟ أسلوب التفضيل هو أسلوب يذكر لتفضيل شيء على آخر في صفة ما، واسم التفضيل هو اسم مشتق على وزن أفعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهم على الآخر في هذه الصفة. هل لنا في مثال توضيحي؟ تأملوا العبارة: الأرض أكبر من القمر. العبارة تحتوي على أسلوب تفضيل لوجود كلمة أكبر، أليس كذلك؟ بلى يا سيف، هذا صحيح. فمما يتكون أسلوب التفضيل إذن؟ يتكون من ثلاثة أجزاء: المفضل والمفضل عليه واسم التفضيل. ولو تأملنا العبارة السابقة سنجدها تتكون من مفضل وهو الأرض، اسم التفضيل وهو أكبر، ومفضل عليه وهو القمر. وما إعراب الجملة؟ تعرب الجملة كالتالي: الأرض مبتدأ مرفوع بالضمة، أكبر خبر مرفوع بالضمة، من حرف جر، القمر اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. بدأ الأمر يتضح، ولكن كيف يصاغ اسم التفضيل من الفعل؟ يجب أن تتوفر في الفعل عدة شروط كي يمكن صياغة اسم التفضيل منه. فيجب أن يكون الفعل ثلاثيا، أي لا يصلح الرباعي وما فوقه؟ بالفعل، وأن يكون تاما غير ناقص، أي يدل على الحدث والزمن في نفس الوقت، بخلاف الأفعال الناقصة مثل كان التي تدل على الزمن فقط. وأن يكون أيضا متصرفا غير جامد. وما معنى متصرفا؟ أي يقبل أن نأتي منه بالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. وأن يكون مثبتا غير منفي، أي غير مسبوق بأداة من أدوات النفي. منفي مثل لم يكتب. بالضبط، كما يجب أن يكون مبنياً للمعلوم، مثل ضرب وليس ضرب. أحسنت يا مهند. وأن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، مثل حمر، الوصف منه أحمر ومؤنثه حمراء. وأخيراً أن يكون قابلاً للتفاوت. أن يكون الفعل قابلاً للتفاوت، أي يقبل الزيادة والنقصان وله درجات في الحدث، كأن يكون شيء أسرع من شيء أو أقوى منه أو أعلى منه. أعطنا بعض الأمثلة يا معلم سيبويه لأفعال تنطبق عليها هذه الشروط. من الأفعال التي تحقق الشروط: سرعة واسم التفضيل أسرع، والفعل صدقة واسم التفضيل أصدق. أعطنا أمثلة أخرى لأفعال لا تتحقق فيها الشروط. مثلاً الفعل ارتفع، لا يصلح أن نصوغ منه اسم التفضيل مباشرة لأنه خماسي، وكذلك كان وأخواتها لأنها أفعال ناقصة، وكذلك الفعل كاد لأنه جامد، وكذلك فهم لأنه مبني للمجهول، وكذلك مات لأنه غير قابل للتفاوت. هل موقع اسم التفضيل ثابت في الجملة؟ المفضل قد يتأخر عن المفضل عليه، فنقول محمد أكرم الرجال أو أكرم الرجال محمد، العبارتان تؤديان نفس المعنى. الأمر يتضح أكثر، لكن ماذا عن الأفعال التي فقدت شرطا أو أكثر من هذه الشروط؟ إذا كان الفعل غير مستوف للشروط فإنه لا يصاغ منه اسم التفضيل مباشرة، ولكن نأتي بالتفضيل منه بذكر مصدره الصريح مع استخدام اسم تفضيل مناسب. اسم تفضيل مناسب مثل ماذا؟ مثل أشد، أكبر، أعظم. وفي هذه الحالة يعرب المصدر تمييزا. نرغب في مثال توضيحي. تأملوا عبارة: النحاس أقدم استخراجا من البترول. استخراجا إعرابها تمييز منصوب بالفتح. صار الأمر سهلا. الكهرباء تضعف في المتاهة، أعتقد أننا بحاجة إلى مولد كهرباء جديد. حسناً، لدينا إذن تحد يجب التغلب عليه. هذه أفعال، دعونا نرى أيها مستوفي الشروط وأيها لا، ثم نقوم بعمل أسلوب تفضيل مناسب لكل فعل. الفعل مستوف للشروط، وفي هذه الحالة يكون اسم التفضيل هو أفضل. الفتى الشجاع أفضل من المخواف. الفعل استقامة غير مستوف للشروط لأنه سداسي، وفي هذه الحالة
نذكر مصدره الصريح مع اسم تفضيل مناسب فنقول المسطرة أكثر استقامة من الحبل. الفعل كارما مستوف للشروط، وفي هذه الحالة يكون اسم التفضيل هو أكرم، أنت أكرم من صديقك. الفعل ارتفع غير مستوف للشروط لأنه خماسي، وفي هذه الحالة نذكر مصدره الصريح مع اسم تفضيل مناسب فنقول برج القاهرة أكثر ارتفاعاً من كثير من أبنيتها. أحسنتم جميعاً، وها هو قد ظهر المولد، يمكننا الآن أن أنا بحاجة لهذا المولد، سأخذه كي أستفيد بالكهرباء في اختراعات. لكننا لن نسمح لك. قد أعددت لكل شيء جيداً، سنقوم بحمل المولد والطيران به في تشكيل هجومي لا يسمح لأحد بالاقتراب منا. حسناً، تفضل. معلم سيبويه، انتظر يا مهند، الآن سنطير به. ما هذا؟ المولد ثقيل جداً ولا يمكننا حمله. يبلغ وزنه 3 أطنان وينتج طاقة عالية تكفينا جميعاً. أي نحن وأنت؟ أي إنني أستطيع مشاركتكم فيه، فقط حينما تكف عن تصرفاتك الشريرة. حسناً، سأحاول.